عمرو التمرير غيث الصغير توصل الكره رشيد العرفاوي، رشيد العرفاوي، رشيد العرفاوي الى غيث الصغير، فرصه النادي الافريقي، غيث الصغير والهدف الاول، والهدف الاول للنادي الافريقي. غيث الصغير يفتتح النتيجه في الملعب الاولمبي بسوسه. هذا اللي قلنا عليه، النادي الافريقي يعتمد على الهجومات المعاكسه، يعني كانت مخالفه النجم الرياضي الساحلي، يقتنص الكره معز حسن، ارضيه للحمروني، كان هذه الاعاده في اخر العمليه، تومبوريزا العرفاوي استنى لابيل نتاع غيث الصغير، غيث الصغير وجه لوجه يبلاسي الكره بالانتيريور، ما ينجم يعمل حتى شيء.